اسمها جيمي ماوري ذكرتي موقع مستر برايس عبارة عن موقع الكتروني هدف منه اساسي توفير منتجات سلع الكمبيوتر بأسعار معينة. قدموا وكان الموقع هذا بيدخل العميل ويزقوا الى الموقع يبحث عن سلعة معينة كمبيوتر معين مواصفات معينة الرسبونس الاجابة من الموقع بطلع من اقل سعر المنتج هذا متوفر عند التاجر الفلاني. وكان هذا النقطة نستطيع أننا خلقنا بيئة تنافسية بين التجار في شارع صغير. ممكن أن أي تاجر الآن يكون حريص على أن يضبط أقرب سعر. الشيء الثاني لما هو الليست برايس التاجر ما يكون حريص على أنه يرفعنا بجميع المنتجات حق المقابل مبلغ بسيط $1 أو كمبيوترات والأشياء البسيطة ما تكون نسبة معينة كـ5% أو كـ2%. النموذج الربحي فكرة تكون عبارة عن إن شاء الله يعني تقسيم المنتجات يكون على كل منتج يخص فئات معينة إذا كان كمبيوتر ما فوق $1 أقل من كمبيوتر كماوس كيبورد أو غيره تكون نسبة معينة كذلك عن طريق إعلانات لا تصل إن شاء الله على إعلانات من شركات من منتجات ثانية غير شارع صخر غير فكرات شارع ثاني النقطة الثانية من الثالث يكون على العميل إذا أي عملية بيع أو شراء فيتم إضافة الربح من هالموقع إلى السعر وما تنفع توفيق.